قام سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن بزيارة رعوية هي الأولى إلى أبناء الكنيسة في محافظة الزرقاء، بمرافقة النائب الأسقفي للأبرشية الأرشمندريت بسام شحاتيت، حيث ترأس سيادته القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس للروم الملكين الكاثوليك في المحافظة، بمعاونة كاهن الرعية الأب مالك مسيس وعدد من الأباء الكهنة، وبحضور جموع من المؤمنين والراهبات وأخوية وكشافة وجوقة الكنيسة. خلال العظة عن سعادته بأن يكون بين أبناء الرعية في الزرقاء داعيا لهم بالخير والبركات السماوية.